رحب مجددا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. المخرجة والمنتجة إذن فرح الهاشم ضيفتنا الليلة للحديث عن عملها الذي حقق نجاح كبير في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وفي مهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا. فيلم ترويقة في بيروت عرض لليلة واحدة فقط في صلاة لبنان، وهو عمل روائي تسجيلي يضاف إلى 7 أفلام قصيرة في رصيد فرح. اهلا وسهلا فيك معنا، مبروك كل هالعجقه اللي حواليك. اول شيء موضوع الفيلم عن مدينه بيروت، عن المشاعر تجاه بيروت، عن تناقضات بين الناس وافكار الناس تجاه هالمدينه، بس انت شو كان يعني شو كان الرساله بدك توصليها من خلال الفيلم؟ انه انا عشت فتره طويله برا لبنان وبضل اشتاق لبيروت وبدي ارجع لها، فالفيلم بيحكي عن الصراع تبع المغترب اللي بيروح وبيجي وعلاقته مش مفهومه مع المدينه، فبيحكي عن مجموعه من الاشخاص. هذا الفيلم نصهم عايشين برا ونصهم عايش هون، واثنيناتهم عندهم علاقة حب مش معقدة مع هالمدينة. حب وكراهية يعني أوقات بمحل ما. هو هذا الصراع، love hate relationship never ending love affair مع هالمدينة، وفي سحر بهالمدينة. شو السر؟ أنا محاول أكشف هذا السر بالفيلم. الفيلم مدته تقريبا 71 دقيقة. هو فيلم نحن عم نشوف بعض المشاهد منه، هو فيلم روائي تسجيلي. يعني شو نوع؟ فسرينا شو نوع هالفيلم؟ في خطين بالفيلم، خط روائي هو مشاهدي أنا مع ممثل اسمه ناتاشا شوفاني بالسيارة، 2 أصحاب عم بيكزدروا بيأكلوا ساندويتش تشيكن، بيكزدروا ببربلس بالأشرفية بالحمرة وبالطرقات وعلى المنارة، وهون هني عم بيحكوا بتحصل الأحداث، بندخل على حيوات الأشخاص المختلفين. هني هول اللي مجموعة الممثلين اللي مش مقابلة شخصية، بس مثل نوع من الاعتراف قدام الكاميرا، confession عن علاقتهم ومشاعرهم وأسرارهم اللي بيفضحوها على الكاميرا والأزمات. هيدا هو الجزء التسجيلي، عم بسجل قصص حقيقية من واقع الحياة من واقع. والكاميرا ما وقفت سنة كاملة، تصوير متواصل على مدى 24 ساعة. يعني صورت ساعات كثير طويلة، 71 ساعة تصوير لقدرنا نوصل ل 71 دقيقة. واو. بالمونتاج. واو. خلينا نشوف التريلر. أوكي. فرح ونرجع نكمل حوارنا. هلا رايحين على بيت فرح لأنه بدنا نصور شغلة بالمنارة، ورايحين على بيت فرح ببردان. You can talk to me from here, إذا بدك. Okay. Like this. لا إيش لهالدرجة يعني. You can move, you can move. أنا ماشي البحر. But it's a long way لحد فوق. I love it. Construction. فرح، اول شيء بدي اسالك كثير اسئله سريعا عن عنوان ترويقه في بيروت. ترويقه لانه كنت كل ما اجي على بيروت الصبح كل نهار ترويقه، في حدث بيحصل بالمدينه، يا لما تعلقت الحرب بلبنان بتموز الصبح ضربوا المطار، يا مظاهره، يا في ناس عم يتجوزوا عنا بالبنايه الصبح عم ينعرس فجاه، يا في احداث عم تحصل متواصله سلبيه او ايجابيه. يعني قبل ما اول لقمه اكلها من المنقوشه بصير في شيء، بصير في شيء. فقلت الترويقه عندنا مش بالاكل، الترويقه وماذا يحدث خلال الترويقه. فعشان هيك سميتها ترويقه، والترويقه عندي الصباح اصلا امل جديد. صحيح. وبدايه جديده. فكرمال هيك سميتها الترويقه. طيب عرض واحد بصاله السينما ببيروت، بدي ذوقهم الترويقه شوي. كيف يعني؟ على مهل؟ على مهل، لانه انا على بالي كنت في جوله عم نمر فيها هلا من بعد الاسكندريه واستراليا، وهلا حنروح على باريس وفينيس بالبندقيه بايطاليا، وفي عدد من الدول الاوروبيه والخليج. فانا حبيت اقطع هيدي الرحله بس بريك، نجي ناخذ الترويقه هون شوي مع بعض بالمتروبوليس، وكانت احلى ايام عمري واحلى ترويقه في حياتي. عم نشوف نحن مشاهد انا وعم بهوم شوب نهار عرض شوب هلا ايام بس كانت تجربه حلوه، وان شاء الله بنقدر بعد الجوله العالميه انه نجيبه بالصالات اللبنانيه ان شاء الله. مفروض
ان شاء الله. ان شاء الله. صحيح انه تمت معالجه الفيلم تقريبا 17 مره، 17 فيرجن. فيرجن يعني اوكي، اكتب قصص كل ساعه، اكتبها بطريقه مختلفه، لانه كل ما كنت اجي زياره على بيروت كانت تتغير المدينه ويتغيروا اهتمامات العالم والمشاكل بتتغير. ف بيروت في كلمة بالفيلم بضل عيدها، هي المهمة كتير، عبد الرحيم العوجي بيقولها، بيروت لحظية، بيروت defined by moments، أنية يعني لحظة. فصرت أقول لا، لازم أعمل فيلم سكريبت لحظي ليواكب بيروت، فكرمال هيك ضليت عيد لحتى وصلت للشيء اللي بيشبه المدينة. فرح المشاركة بمهرجان الإسكندرية بدورة الوحدة وثلاثين، وأيضا المشاركة بالفيلم اللبناني بأستراليا، كيف كانت الأصداء؟ كتير انبسطت بردة فعل الإسكندرية، الإيجيبشنز المصريين الأجانب، الدول العربية اللي شاركت وحتى الأجنبية، ردة فعل رائعة. الإعلام المصري دلعوا للفيلم، لأنه خصوصاً لأنه بيروت مدينة متجانن ومحبوبة أصلاً، بس شافوا مدينة غير المدينة اللي متعودين عليها بالأفلام، فرشحوا الفيلم according لجريدة الأهرام من خمس الأفلام الصادمة بمهرجان الإسكندرية. شافوا مدينة ما بيعرفوها، شيء جديد حقيقي. فأنا حاولت بين بيروت الحقيقية اللي نحنا منحبها، منا بيرفكت بيروت، بس بيرفكت لأننا منا بيرفكت. أكيد أكيد. ولسه وبأستراليا ترشح بنومينيتد لفيلم أوف ذا يير. كمان الأسترالي قالوا لي، وصلني اخبار انه باستراليا the Australians حبوا الفيلم اكثر من اللبنانيه، which was even more amazing. يعني مش بس اللبنانيه، هذا الفيلم مش بس للبنانيه الحلو فيه، كمان لاي انسان مع علاقته مع مدينه أكيد مع مدينه. فرح انت حائزه على يعني ماسترز من اكاديميه نيويورك اكاديمي ولوس انجلوس يونيفرسال ستوديوز بلوس انجلوس. شو اضافت لك؟ انت ابتديتي هون وكفيت الماسترز هونيك، شو اضافت لك هالتجربه التعليميه؟ وصلت لي لفكره اعرف انا وين بدي اروح بالسينما، وانا لانه عندي تجربه كوميونيكيشن ارت بالال اي يو وصحافي وتي في وسينما، يعني از ا بي اي، الام اي عطتني مثل بعد نظر اكثر لشوف انا ماي لايف شو هي، انا حياتي بالسينمائيه. بس في شغله واحده بدي اقولها، في المخرج جاري مارشال تبع بريتي وومن، هو كان احد المحاضرين بالندوات بالنيويورك فيلم اكاديمي، قال لي نصيحه واحده وبعدي انا حطيتها بقلبي، وهيدي اللي تعلمتها اكثر شيء، لو معك دولار اعملي فيلم. وقعد يحكي لنا عن جورج لوكاس كيف بلش ستار وورز، فذاتس ذا بوينت اوف ات. صحيح. نيفر جيف اب، اولويز ميك فيلمز. يعني فرح، بعد بقي لي دقيقه، شو مشاريعك هلا بعد هالفيلم؟ في فيلم ثاني قصه حب حتكون في بيروت، اسمها قصه مش مكتوبه، وهيدي اتس ديفرنت شوي، ديفرنت دايركشن يعني، بس ان شاء الله يعني نفس المود اللي انا طبعا ستايلي الحميميه فيها متشابهه، بس توتال كثير مختلف عن رؤيه في بيروت. بدنا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله بكل خطوه بتقومي فيها، على امل كمان نشوف قريبا الفيلم ببيروت ويمروا على كل المهرجانات، وان شاء الله موفقه. فرح الهاشم، اهلا وسهلا فيكي معنا المخرجه والمنتجه. اذا مشاهدي